بين حضرتك اكتر بين ومصر ولا الناس عاوز تاكل مره واثنين وعشره، اقول لهم تعالوا كلهم موجوده في حاجه باستمرار وخدوا كل يوم. لا يقعد بره يودي الشفاره ويجي ياخد هي 75 جنيه راس عن الكيلو ب 15 جنيه. طب هي كده ممكن تكون مشكله. احنا كنا اهو. احنا تيجي واحده معاها بس ولاد.